فشل ديال البرنامج ديال مراكش حاضره متجدده اللي تعطاتو اللي تخصات ليه في 2014 ومن المفروض ان يكون مثالي في 2017. دابا انا غنصيفطكم غتلقاو البلايك باقي معلقين، غتمشيو الباب الخميس غتلقاو الجرده ما غتلقاو باقي الباب باقي ما كايناش، غتمشيو لواحد العديد بل اكثر من هذا الموجز ضعيف من الناحيه التقنيه. ورا شفتوا اشنو وقع للسقوفه ديال سوق الصماري، باقي كاع مسالة طاحوا فهمتي، والبيبان اللي كاينين تما داروا ديال العود حتى هما بداو كيطيحوا اللي كاين جامع في العنا ثقال، ما دايرينش لهم الدعامات الاساسيه اللي ممكن تشدهم. اذا هذا ثم انه ثم شوها وتشويه، انا غنقول شويه التراث الانساني والتراث التاريخي لمدينه مراكش. ترمسيلو دابا حدا الصور غتلقاو الاسباب والاتربه وهذا، ثانيا الترميم لم يخضع للمعايير الاركيولوجيه ولا المعايير العلميه ولا المعايير المعرفيه، كيديروا البيتون ارمي عاد كيجيو يديروا لنا ديك الصباغه، هذا ماشي ترميم، هذا تشويه للتراث الانساني. بالمناسبه الصور يعتبر ان باتريمون مونديال سولون اليونسكو، كما انه بعض هذا. سيروا دابا ابدا بوحمد مشوه علما بانه كان خصو يستافد من العمليه ديال الترميم. ما كاينش هناك الخزانات الموعوده في مراكش حضاره متجدده، كاينه وحده في الدوليات باقا ما تفتحاتش وما كاينين خمسه. وقيس على ذلك يعني انه كاين واحد العديد ديال انه المشروع اللي تخصات ليه 6.3 يجب افتحاص المشروع ومحاسبه جميع المسؤولين. ها كاين المسؤوليه ديال العمران، كاينه المسؤوليه ديال مع تعدد المسؤولين ما بقيناش عارفين شكون اللي مسؤول. دونك هذا مشروع كاين مراكش العتيقه، مدينه مراكش العتيقه دابا توا هذا ما بقيناش عارفين نتيجه التداخل ما بينه وبين مراكش حضاره متجدده ما عارفينش. ثاني ما كاين توا غادي بواحد الشكل ديال الارتجاليه.